أبنائي الأعزاء، أسعد الله صباحكم أو مساءكم حيثما كنتم. النهاردة بإذن الله هنبتدي Lecture 2 of Introduction. أنا بس الأول بحب يعني أعتذر إن امبارح حصل بث لفيديو لمدة ثواني. The reason أنا كنت الحقيقة في الأبل ستور في إيتون سنتر امبارح trying to get a new iPad Pro، لأن أحد أو عدد من الناس قالوا لي resolution يعني عاوزين يبقى أحسن شوية. فهم عندهم الحقيقة هناك الليتست اللي هو الآيباد برو ده هاي ديفينيشن، الكاميرا اللي بتشوفوا بيها الميجا بيكسل بتاعها 13 والفرونت 5 ميجا بيكسل. اي هوب تبقى في ديفرنس، وقولوا لي اتصور يبقى في ديفرنس يعني، لانه ده مفروض ان هو يعني احسن شويه الايباد ده. المهم ان البنت التكنيشن هناك وهي بنجرب الايباد فراحت فاتحه على اللايف، فعشان كده حصل بس ده 45 ثانيه كده ما كانش مقصود. المهم اتمنى ان انتوا يعني يبقى الرؤيه احسن والديفينيشن والريزوليوشن افضل. كانت يعني عاوز اقول لكم حاجه عن فقد المعلومات العامه. طبعا الابل ده انتوا عارفين الفاوندر بتاعه هو ستيفن بول جوبز، والحقيقه انا كنت امبارح مذهول يعني. يمكن اقول لكم في الستورز كان في عدد الامبلويز يعني كانوا الناس اللي شغالين هناك اكتر من 40، مش هقول لك بقى عدد الناس قد ايه. لدرجة سألتهم ايه ده، قالوا لي معلومة جميلة احب اقولها في فقرة المعلومات العامة، ان الامبلويز هناك حوالي 40. ليه؟ تخيل بقى عدد الناس، لانه مبيعاتهم بتزيد من سنة 13 كل كوارتر، كل ربع سنة 35%. تخيل زيادة في المبيعات كل ربع سنة 35%. الراجل اللي هو ستيفن بول جوبز ده هو بلدياتي، لان ابوه سوري اللي هو عبد الفتاح الجندلي، وكان قدم الى امريكا، والحقيقة اتعرف بزميلته وخلفه ستيفن، وعلق نفسه مش يعرفوا يصرفوا عليه فتبنته اسرة اللي خد اسمها جوبز. طبعا هو اتولد في فبراير سنة 1955 وتوفاه الله في اكتوبر 2011 عن 56 سنة. حتى ابوه ما قابلوش ولا مرة بعد كده، وقال ان هو ما قابلوش عشان خاطر يعني كان عنده حرج لا يفتكر انه عاوز منه فلوس او حاجة من هذا القبيل. وانا كتبت على فكرة عليه مقالة، وكتبت حتى الخطاب بتاعه في مقالة اخرى في احد الجرائد هنا، وحطيتهم على الفيسبوك اللي قاله من على فراش الموت، لان هو جاله كانسر في الهيدو في بنكرياس، وما عرفش مين شار عليه ياخد اعشاب فضيع فرصته في العلاج الحقيقي. وامبارح حتى حطيت لكم الملخص بتاع مقالة جائزة نوبل، وازاي انه وكتبت لكم البلاد عشان تعرفوا البلاد اللي بتشجع التفوق. فامريكا لوحدها حصدت اكتر من ثلث الجوائز، 363 جائزة. هي قلت لسه التوزيع بيحصل في ديسمبر في يوم وفاة ألفريد نوبل نفسه. شوف بقى بريطانيا اللي بعدها بتاخد كام؟ 123، يعني بفرق جامد بين الأول والتاني. أمريكا 363 وبريطانيا 123، ألمانيا 106، وكاتب لكم أهم 20 دولة. المعلومات العامة مهمة جدا يا أولاد، أحبكم تبقوا عارفينها، وأنا بحبها وآي لايك إت، وبحطها على الفيسبوك وبنشرها في الجرائد العربية هنا. وبأتصور إن الإنسان اللي يحط ذهنه في شيء واحد، سواء كان طالب في الطب بس أو زميل فاضل في التدريس بس، ده لا يمكن، وهتاخدوها في السيكولوجي، يبقى شخص نورمال أو ماتيور. إن من خصائص الشخص النورمال أو الماتيور إن هو يبقى عنده مالتيبل انترست. فبليز اهتموا بالمعلومات العامة، اهتمامكم بالطب لازم عندك معلومات عامة. ده اعتبرها فقرة المعلومات العامة في البداية.
زي ما اتفقنا يا شباب انه هنبتدي بمالتيبل تشويس على نفس السبجكت على المحاضرة السابقة. يعني هنقول المحاضرة السابقة كان فيها ايه. فمعليش انا عارف ان الامتحان ده احنا امتحناه فاعيده في عجالة بس عشان نبقى يعني بنقول احنا في سبيل تطوير اور سيستم بنطوره. فكان اول سؤال بيقول كومبير الاكستراسيلولار فلويد بالانتراسيلولار فلويد، فهو الحاجة الوحيدة المشتركة فيهم. طبعا بعد كده مش هتلاقي الإجابات، أنا دي عاملها لأن ده امتحان اوريدي احنا عملناه. إن هما إيه الحاجة المشتركة اللي هي دي، إن هما has almost the same osmotic concentration of extracellular fluid. طيب السؤال الثاني، لو أنا عاوز أعين intracellular fluid إيه الإنديكيتورز؟ ده هتطلق شوية إنديكيتورز، مين فيهم ما ينفعش؟ اللي ما ينفعش طبعا انا عشان اعين الانترا لازم اطرح التوتال، وده بجيبه بالهيفي ووتر من الاكسترا، والاكسترا ممكن اجيبه من الانيولين نمره بي او بالسوديوم ثايوسانيت نمره دي. وعليه اللي ما ينفعش الايفنس بلو داي، ده الاندا بتاع البلازما. طيب السؤال الثالث، ريجاردنج السيل ممبرين اول ار كوركت اكسبت. انا بس عاوز اعقب على نمرة ايه، ان الفوسفوليبيد والبروتين موليكلز الاثنين امفيباثيك. وانت فاهم يعني ايه امفيباثيك؟ يعني فيها حتة هيدروفيليك تحب المية وتبقى ناحية المية البرة اكستيرور، وحتة هيدروفوبيك تكره المية بتبقى الجوة انتيرور. وعليه الخطأ وبالتالي الاجابة المطلوبة اللي هو قال اختار الخطأ، ان the more the membrane is active the more it's protein content. هنا موجود ليبيد كونتنت عشان كده دي خطأ. السؤال الرابع، لو عندي سابستنس A وسابستنس B، A قد B في الكونسنتريشن جريدنت 9 مرات لكن في حجم الموليكيل كمان 9 مرات، مين يعدي اكتر بنسبه A؟ حل المساله تحت يا شباب. بسبب الكونسنتريشن جريدنت A هيعدي اكتر من B 9 مرات بسبب موليكيولار ويت A الاكبر، يبقى ال B هياخد تفوق انه اصغر بنسبة معكوسة بقى، يعني A واحد وB تسعة، بس هناخد السكوير روت، السكوير روت بتاع واحد واحد، السكوير روت بتاع تسعة تلاتة، يبقى الA خد تميز بسبب الكونسنتريشن تسعة مرات، الB خد تميز بسبب صغاره تلات مرات، يبقى النتيجة النهائية A هيعدي إلى B تلاتة إلى واحد. السؤال الأخير regarding the simple diffusion، فإن الأينز بيعدوا فقط فيا البروتين شانلز، وتملي قلت لك الامتحان بيخدم المحاضره التاليه. دلوقتي اظن كده يا اولاد الامتحانات هتبقى موجوده عندك على الفيديو، ممكن تثبت الصوره ومش هيبقى قصادك الحل، حل وشوف الاجابه وانا انزلها حتى قبلها. ده كانت المقدمه بتاعتنا يا شباب. ابتدي بقى المحاضره بتاعتنا وهي السكند ليكتشر في الريبرودكشن. احنا قلنا، اذكرك تذكره سريعه، ان احنا قلنا ان الديفيوجن ثلاث انواع، في سمبل ديفيوجن وفاسيليتيتد ديفيوجن واسموزس. كنا اتكلمنا على سمبل ديفيوجن، جبنا سيره ال سمبل ديفيوجن. فالفكره كالاتي، مش عارف انا حاسس عندي ان ريزوليوشن كويس، اي هوب يبقى عندكم نفس الجوده كده باذن الله، وده الغرض ليه يعني الواحد يجيب حاجه احسن. هو فعلا الناس بتوع الابل دول بيطوروا روحهم اند دي ديزيرف الحقيقه التحسين في المنتجات رهيب. مش عاوز اقول لكم السبيسيفيكيشنز بتاعه الايباد برو ده اللي هو الليتست حاجة، يعني قاعد في الاخر لخبطوني من كتر الشرح اللي بيشرحوه. مهم، فاحنا قلنا اول حاجة عندنا كانت سامبل ديفيوجن، وقلت لو تخيلت ان السيل ميمبرين ده عبارة عن ليبيد في كرات من بروتين جواها تشانلز، يبقى فرصة المواد انها تمر في حاجة من ثلاثة. لو المادة ليبيد سوليبل والميمبرين ليبيد يبقى فيما المشكلة تعدي في الليبيد سابستنس، ودي احسن فرصة. وقلنا المثال
كالآتي. هيبقى الأكسجين قلنا بيمر مرور الضوء من الزجاج لو كنت فاكر. طيب لو ان المادة ليبيد انسوليبل يبقى هتترك الليبيد على اتساعه خلاص مش قادرة ما تدوبش في الليبيد ولازم تروح للشانل على ضيقها. يبقى مين اللي هيستخدم الشانل؟ المواد اللي هي ليبيد انسوليبل والشانل ده يبقى لازم تبقى سمول موليكولر ويت والشانل فيها مية يبقى لازم تبقى ووتر سوليبل. وده احسن مثال ليه اللي هو الاينز يا شباب. طيب بعد كده قلنا اللي بيمر فيه كليهما هو كلاهما المية والحاجات اللي دايبة في المية بس بشرطين، لازم تبقى سمول موليكولر ويت عشان تعدي في الشانل ولازم تبقى انشارجد عشان تعدي في الليبيد. ده كان ملخص اخر حاجة قلناها اذا كنت فاكر. طيب دلوقتي بقى في نوتس مهمة جدا عاوز اقولها لك هنا. يبقى احنا خلصنا في المحاضرة السابقة ان الاينز بتعدي من خلال البروتين شانلز. طب هل في الجسم دي نوتس الشافة وام سكيوزة مكتوب عندك، هل في الجسم في طريقة تانية لمرور الاينز مش ضروري تدخل السيل عشان تنتقل من خلية لخلية؟ فمكتوب قصادنا ان الاينز وبالتالي انترن الالكتريكال اكتيفيتي، الاينز بتبقى مشحونة عليها شحنات، فانتقال الايونات وبالتالي الكهرباء ممكن يحدث من خلية للخلية التي تجاورها عن طريق حاجة اسمها جاب جانكشن. دي مهمة جدا في الام اس كيو وفي الشفوي. ايه الجاب جانكشن ده؟ ادي خلية وادي الخلية التانية اللي لازم ادجيسنت، زي مثلا بمثلهم بمدينة القاهرة والجيزة. طب عشان الناس تعبر من دي من غير ما تغرق في المية في نهر النيل ففي كباري بتعديهم. نفس الفكرة هنا، عشان ايون وبالتالي كهرباء ينتقل من خلية الى خلية مجاورة رغم ان في منهم مية في نهر اللي هو الاكسسوار فلويد، فبيعدوا في حاجة اسمها جاب جانكشن او تشانل جانكشن. دي عبارة عن بروتين يونت مصنوع عن بروتين اسمه كونكسون، اظن مفهوم يعني ايه كونكسون لانه بيكونكت خلية لخلية فسميها كونكسون. طب شكله ايه؟ هيكساجونال ارينجمنت، يعني سداسي. حتى انا بحب الرسم جدا، رسمتولك فعلا سداسي الاضلاع عشان دي سؤال ام اس كيو. يبقى بنسميه كونكسون ده سؤال وان هو هيكساجونال ده سؤال اخر. طب مين بيحكم الدياميتر بتاع هذا الجاب جانكشن وبالتالي مين من الاين يعدي؟ اربع حاجات: الانتراسيلولار كالسيوم، البي اتش، الهرمون، الدراجز. طيب برضو سؤال شفوي جميل قوي اللي هو الانتر سيلولار كوميونيكيشن. كوميونيكيشن يعني اتصالات، احنا بنكوميونيكيت مع بعض. كيف تتصل الخلايا ببعضها البعض؟ سؤال شفوي لطيف جدا، وعليه تؤثر في بعضها البعض. زي خليه ايه تاثر في خليه بي؟ بقولك جمله مش هتنساها: كما انه من القلب الى القلب رسول، تعبير حتى شاعري جدا اهو، كذا من الخليه الى الخليه رسول. بس الرسول هنا كيميائي يسموه كيميكال ماسنجرز. يبقى اما يسالك ازاي بتتواصل الخلايا، الاجابه في كلمتين: بالكيميكال ماسنجر، او لو خدتها بالبلورال الجمع يبقى كيميكال ماسنجرز. وهنا بقى رقم السعد هو رقم ايه يا اولاد؟ اديني بحب اكتبه تملي، انت ما تقولوش ابدا، ده في ذهنك يسهل لك التذكر اللي هو بنسميها المنتال سيت، التهيئ الذهني. ففي عندنا التواصل بيتم بثلاث طرق: لو الخليتان، لو ان الخليتين متجاورتين فهيتصلوا بالجاب جانكشن لسه قايلين، بس ده هيمر من خلاله ايه؟ اينز، وبالتالي الكتريكال اكتيفيتي اونلي فور ادجيسنت سيلز. يبقى دي اول طريقه خليه تؤثر وتتصل بخليه بالجاب جانكشن لسه قايلين. طب تاني طريقه انت معد ومهيئ ذهنك لان كل حاجه تلات نيورونال، يعني خليه عصبيه زي ما خدنا في الاوتونوميك بالامس، تطلع كيميكال ترانسميتر ياثر في الخليه اللي بعدها، البري جانجلونيك ياثر في البوست جانجلونيك، او البوست جانجلونيك يطلع كيميكال ترانسميتر ياثر في الاورجن. يبقى تاني طريقه نيورونال باستخدام كيميكال ترانسميتر.
طب ثالث طريقة هرمونال. يبقى عندي ثلاث طرق، لو الخلية قريبة جاب جانكشن، الخلايا في مسافة طويلة بينه بواسطة نيرونال بالكيميكال ترانسميتر أو بالهرمونز. طب نمرة ثلاثة، قلت لك كل حاجة ثلاثة، الهرمونز في ثلاث احتمالات. ده سؤال داخل سؤال مهم جدا في الـ MSQ، مهم جدا في الشفوي. إيه الفرق بين كلمة إندوكراينال وباراكراينال وأوتوكراينال؟ هم ثلاث كلمات، كل حاجة ثلاثة. إندوكراينال يعني هرمون يطلق في الدم، لما أطلق هرمون في الدم يسموه إندوكراينال. وطبعا في الحالة دي فكر معايا، الدم ده هيروح لكل حتة، فالهرمون هيصل لكل جزء في الجسم. لكن باراكراينال، حتى لاحظ الاسم بارا يعني حاجة مش إندوكراينال، موازية ليها، أضعف منها شوية. باراكراينال الهرمون هيطلق مش في سائل الدم زي الإندوكراينال، هيطلق في سائل النسيج. يبقى الأولاني الإندوكراينال في سائل الدم، والدم بيروح كل حتة يبقى يأثر في كل حتة، إنما الباراكراينال في سائل النسيج، وبالتالي هيروح نسيج واحد وبالتالي يؤثر في نسيج واحد. يبقى باراكراينال أضعف في الإندوكراينال. وهدي هنا مثالين في الحياة، معلومات عامة. حضرتك في العيادة you are the medical man، أنت الطبيب، بس معاك ممرضة ومعاك تمرجي، دول يسموهم ايه؟ ما هم في الطب برضو بس اضعف منك، مش هم الاساس، يسموهم باراميديكال. يبقى بارا تعني حاجة معاها موازية ليها، اضعف منها شوية. يبقى الاندوكراينال هرمون يطلق في سائل الدم فيأثر على كل الجسم، الباراكراينال هرمون يطلق في سائل الانسجة فيأثر على نسيج واحد فقط. طب اوتوكراينال اظن انت فاهمها، انا علمتكوا ترمينولوجي، اوتو يعني ذاتي، يبقى هرمون هيطلق من خلية ويرجع يأثر عليها هي نفسها. طيب هذا الكيميكال ميسنجر اللي أطلق هيمسك في ريسبتور، موضع الريسبتور، الريسبتور ليه كم موضع؟ مواضع، انت تفتكر كام؟ انا قلت لك رقم السعد ايه؟ ثلاثة. يبقى فيه ثلاث مواضع، حقيقة كل الاحتمالات قائمة. ممكن الريسبتور اللي هيمسك فيه الكيميكال ميسنجر يبقى في السيل ميمبرين، أو أدخل جوه في السيتوبلازم، أو أدخل أكتر في النيوكليس. طيب لما الريسبتور يمسك في الكيميكال ماسنجر، خد بالك السؤال برضو داخل سؤال، الريسبتور لوحده إين أكتف مش شغال، والرسول الكيميكال ماسنجر الرسول الكيمائي لوحده إين أكتف. لما يتحد الريسبتور مع الكيميكال ماسنجر مع الرسول الكيمائي، الكومبلكس ده يبقى أكتف. حتى بقولها بتعبير من الحياة، إيد لوحدها ها ما تسقفش، الريسبتور لوحده ينأكتف، الرسول الكيمائي الكيميكال ميسنجر لوحده ينأكتف، الريسبتور كيميكال ميسنجر كومبلكس ده أكتف، دي لوحدها سؤال. طب لما يبقى أكتف هيعمل إيه؟ شيء من ثلاث، يبقى كل حاجة ثلاثة، يا هيفتح شانل لما يمسك الريسبتور الكيميكال ميسنجر في الريسبتور يفتح شانل، حتى كنا سميناها ليجان جيتد شانل، او ياكتيفيت انزايم، دي تاني احتمال، او تالت احتمال هيزود الانترا سيلولار كالسيوم، ودي كانت حاجه مهمه جدا في الكونتراكشن، كونتراكشن بالكالسيوم. يبقى شفت عندي هنا سؤالين شفوي وام اس كيو مهمين قوي يا شباب، الجاب جانكشن والانتر سيلولار كوميونيكيشن. قلنا ان الايون بينتقل من خليه الى خليه، بس لازم تبقى مجاوره اجيسن بالجاب جانكشن، اللي عرفت عنه نقطتين في الام اس كيو هيسموها كونكسون، انها بتكونكت خليه بالثانيه، وتركيبها هكسا هكسا سداسي. طيب هنتقل للسؤال اللي بعده، انا طبعا انت ممكن عاوز تراجع التفصيلات رجع الفيديو ده، سؤال مهم جدا 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 في الشفا وفي الام اس كيو، الانتر سيلولار كوميونيكيشن، كيف تتواصل الخلايا؟ الأول تبتدي بكلمتين، كما إنه من القلب إلى القلب رسول، من الخلية إلى الخلية رسول، كيميكال ماسنجر. وبعد كده كل حاجة ثلاثة، في ثلاث احتمالات، لو إن الخليتين متجاورتين يبقى جاب جانكشن لسه واخدين، اللي هو بيعدي آين وبالتالي إلكتريكال أكتيفيتي. طب لو بعاد شوية نيرونال عن طريق كيميكال ترانسميتر او
هرمونال. طب نمرة ثلاثة بتنقسم إلى ثلاثة، لو الهرمون في الدم يبقى اندوكراينال، في سائل النسيج باراكراينال أضعف شوية، هيأثر في نفس الخلية اللي طلعته تبقى اوتوكراينال. أدي تاني ثلاثة. طب الثلاثة اللي بعديهم الريسبتور ده موجود فين؟ في موضع من ثلاث، كل الاحتمالات يا السيل ميمبرين يا السيتوبلازم يا النيوكليس. لأن قبل ما تسمع أنت المعلومة دي كان عندك اعتقاد أن كل الريسبتور في السيل ميمبرين حتى على الأوتر بورد. لا، في ريسبتور على السيل ميمبرين وريسبتور في السيتوبلازم وريسبتور في النيوكليس، وده سؤال مهم في الام اس كيو. لينتج شيء من ثلاث لما يمسك الريسبتور في الكيميكال ماسنجر، او اسف الكيميكال ماسنجر في الريسبتور كده بتبقى شكلها احلى. لما يمسك قلت ده كل واحد لوحده ينكتف، دي سؤال ام اس كيو، الريسبتور لوحده ينكتف، الكيميكال ماسنجر ينكتف، ايه لوحدها ما تسقفش. الكومبلكس الريسبتور مع الكيميكال ماسنجر او مع نسميه ممكن نسميه لايجن هو ده اللي اكتف. لينتج شيء من ثلاث، اوبننج اوف ا شانل، اكتيفيشن اوف ان انزيم، او انكريست انترا سيلولار كالسيوم. اقلب الصفحة من فضلك. ننتقل يا شباب للنوع الثاني من الديفيوجن اللي هو الفاسيليتيتد ديفيوجن او كارير ميديتد ديفيوجن، وده لوحده يصلح انه يبقى سؤال نظري، اللي هم الفاسيليتيتد ديفيوجن او الكارير ميديتد ديفيوجن. فاسيليتيتد ديفيوجن او كارير ميديتد ديفيوجن. طيب نقول مع بعض، انا مش عاوز نحفظ، عاوز نفكر. احنا قلنا في السيمبل ديفيوجن يعني حاجة هتعدي لوحدها، كان قصادها كام احتمال؟ لو ليبيد سوليبل هتعدي في الليبيد، طب لو ان سوليبل وصغيرة وبتدوب في المية تعدي في التشانل او في كليهما. طب انا عاوز اطرح قضية لطيفة، فكر معايا، احنا جايين نفهم الجلوكوز مادة مهمة ولا مش مهمة؟ طبعا مهمة جدا، كل خلايا جسمك بتستخدم جلوكوز. اقول لك معلومة كويسة اعتبرها معلومة علمية وفي نفس الوقت معلومات عامة، المخ اللي هو اهم حاجة بتشغله معايا دلوقتي لا يستخدم الا جلوكوز، يعني خلايا بتستخدم جلوكوز واشياء اخرى، انما المخ اللي بتستخدمه معايا دلوقتي مفروض يعني بتستخدمه معايا لا يستخدم الا جلوكوز. طب تعالى اوريك مواصفات الجلوكوز ده. هذا الجلوكوز ليبيد انسوليبل، يبقى فقط فرصته في انه يعدي فين؟ فكر معايا في الليبيد سبستنس. طب نفكر في البروتين شانل، البروتين شانل صغيره، الجلوكوز ده اوف هاي موليكولار ويت والشانل ضيقه، يبقى له عارف يعدي في الليبيد لانه ليبيد انسوليبل، ولا عارف يعدي في الشانل لانه هاي او لارج موليكولار ويت. فصاح الجلوكوز اغيثوني ساعدوني، فسموها فاسيليتيتد ديفيوجن، اي المساعد، الانتشار المساعد. هنساعده بايه؟ بكارير، بكارير بروتين يشيله يعديه. يبقى عاوز تبقى فاهم مش حافظ. يبقى مين المواد اللي هيحصل لها فاسيليتيتد ديفيوجن؟ لطالب بيفكر مش حافظ، اللي فقدت مقدرتها على انها تعدي بالطريقه الطبيعيه، ليبيد انسوليبل فما عرفتش تعدي في الليبيد، لارج موليكولار ويت فما عرفتش تعدي في التشانل، فصحت اغيثوني فساعدوني، فسموها فاسيليتيتد يعني مساعد، فاسيليتيتد ديفيوجن. ساعدناها بايه؟ اديناها كارير فسموها ذا كارير ميديتد ديفيوجن. عاوزك تبقى فاهم العنوان، يعني الديفيوجن بواسطه الكارير. لكن نقطه مهمه جدا في الام اس كيو يا اولاد،
انها ما زال from higher to lower، يعني مع الجريدينت، يبقى مش عاوزة ادينوزين ترايفوسفيت ما زال باسيف، اهي اهي كاتبها لك بالاحمر فوق، نو اتيبيل انها باسيف. فدي مهمة جدا النقط دي. ده منسجم في ريزوليوشن، اي هوب تبقوا منسجمين زيي، اي ثينك هبقى اشوفها بعد كده. طيب تساعدها ازاي بقى؟ المثال هنا جلوكوز، يبقى اول نقطه قلناها، انا احب النقط قوي، يبقى اول نقطه فاسيليتي ديفيوجن، هتتكلم على مواصفات الماده اللي هي هتعدي بالفاسيليتي ديفيوجن. تاني نقطه تدي مثال واحسن مثال الجلوكوز. طب تالت نقطه الميكانيزم، بص للرسمه، الجلوكوز بايندز تو ريسبتور اون ا كارير بروتين، هيمسك بالريسبتور اللي على الكارير بروتين بمساعده انزيم. واحنا قلنا على فكره، لو كنت فاكر وفاهم قوي طب، ان الانزيم والريسبتور اللي هما بريفرال بروتينز بيبقوا جزء من الكارير بروتين اللي هو الانتجرال بروتين. يعني الانزيم والريسبتور هو مسك، قلنا في ريسبتور بواسطه انزيم، دول بيبقوا جزء من الكارير بروتين. تعال نتفرج ايه عيب الشانل. احنا قلنا الجلوكوز اكبر من الشانل، هاي موليكولار ويت 180 الجلوكوز. الشانل يا اولاد اقول لكم حاجه مش مهم تعرفوها قوي، بس يعني نقولها، بيبقى ضيق في الجزء اللي جوه مش في الجزء اللي بره. الجزء اللي بره بيبقى وايد، اللي جوه الانر بارت هو اللي ضيق. حاجه مماثله للحياه يا اولاد، عارف لما بجيب دريل يعني شنيور واثقب ثقب في الحيطه، في الاول تلاقي الثقب في بدايته واسع وكل ما ادخل يضيق ويبقى اصعب. الفيسيولوجي كمل معايا، كما الحياه، الشانلز ضيقه جوه لكن واسعه بره. فلما الجلوكوز هيمسك في الكارير بروتين، في الريسبتور بتاع الكارير بروتين بمعاونه انزيم، هيحصل كونفيجوريشنال تشينج، تغير في شكل البروتين بحيث يحصل وايدنينج، يعني اتساع في الانر بارت اوف ذا شانل. هذه الميكانيزم، يبقى سهله جدا. يبقى لما الجلوكوز مسك في الكارير بروتين، على وجه التحديد في الريسبتور بتاع الكارير بروتين بوسط انزيم، حصل وايدنينج في الانر بارت اوف ذا شانل، وتمكن الجلوكوز من انه يدخل. النقطه الرابعه والاخيره، كاركترز اوف فاسيليتيتد ديفيوجن. هي بزعل ان معظم الكتب في جامعاتنا بتكتبها كاركترز، يعني خصائص، مع ان التعبير الاصح ديفرنسز، بماذا يختلف الفاسيليتيتد ديفيوجن عن السيمبل ديفيوجن. يبقى تاني بنتكلم عليه في كام نقطه، في اربع نقاط. نقول بقى الكاركترز، انتوا عارفين يا شباب ان انا بحب اشرح شرح يعتمد على الفهم، ونمره 2 شرح طفولي. انا بتصور لو انا طالب بفكر، هو ايه الفرق بين السيمبل ديفيوجن والفاسيليتيتد ديفيوجن؟ ان احنا احتاجنا حاجات، احتاجنا كارير في ريسبتور اهي بيمسك فيها الجلوكوز، كل ريسبتور سايت يمسك فيه جلوكوز موليكيول، وان الاتحاد ما بين الجلوكوز والريسبتور اللي على الكارير دي تم بمساعده انزيم. يبقى اللي استجد عليا انزيم وكارير، يبقى 100% الطالب ذكي. الاختلافات بين السيمبل ديفيوجن والفاسيليتيتد ديفيوجن هتعزى لوجود يا الانزيم يا الكارير. طب الانزيم عمل ايه؟ كلنا عارفين في ثانوي ان الانزيمز ار نون تو بي فيري سنسيتيف تو تمبريتشر تشينجز، يبقى وجود الانزيم خلى الفاسيليتيتد ديفيوجن very sensitive to temperature changes. وبزعل قوي قوي الطالب اللي مش فاهم، نقول له بماذا يتميز الفاسيليتيتد ديفيوجن، يقول انه sensitive to temperature. طب ما هو السيمبل ديفيوجن، ارجع للمعادله اللي قلناها المحاضره السابقه، كان من ضمن العوامل التمبريتشر. يبقى وجود الانزيم ما خلاهاش sensitive، انما خلاها very sensitive. فين الكلمه المهمه؟ very، highly sensitive 10 times. تصور ما عليكش الرقم بس انا احب اقوله، وجود الانزيم خلاها مش sensitive، خلاها very sensitive، highly sensitive 10 times more sensitive
than simple diffusion. وهنا بقول حاجة على سبيل المزاح لكن هنستخدمها كتير، ان الطالب عندنا يركز في الكلمة اللي مش مهمة، يعني الكلمة اللي مش مهمة انها سنسف، لان هما الاثنين سنسف. الكلمة المهمة ان هو very highly 10 times. بقول في عجالة راجل اسمه علي بنجر، فقال له اسمك وحش غير اسمك، فسمى روحه حسن بنجر. اهو ده يبقى عمل زي طالب كلية الطب، هو يا ابني احنا بنقول لك غير علي، احنا بنقول لك غير بنجر، بنجر هي اللي احنا زعلانين منه. اهي دي بالظبط كده، طالب كلية الطب بتقول له الفاسيلتيتد ديفيوجن بتتميز بايه، يقول لك بانها سنسيف تو تمبرتشر. لا سنسيف دي حلوه، دي 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 مش هي دي الاساس هنا، هو فيري 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 سنسيف 10 تايمز مور سنسيف هايلي سنسيف تو تمبرتشر تشينجز. طب تاني حاجه يا اولاد وجود الكارير، وانا بحب اشرح شرح طفولي، وتعالوا نفكر مع بعض. ادي الكارير اهو اللي حاط عليه النقطه، وعنده الريسبتورز، وهنلعب لعبه الكراسي الموسيقيه. في عندي اربع مواد، سابستنس A وسابستنس B وسابستنس C وسابستنس D. تفتكر مين فيهم يقدر يركب على الكارير ويعدي يستخدمه؟ بصوا الرسمه جاليا ماليا. عدد من الطلبه قالوا A سابستنس، وعدد فكروا اكتر قالوا A وB، لان هما الاثنين شكل الموليكل يسمح لي انه يمسك في الريسبتور، لان احنا يهمنا الاستراكشر مش اللون. فاول خاصيه بسبب وجود الكارير ان بقى عندنا استراكشرال سبيسيفيسيتي. شوف التعبير الدقيق، يعني الاختيار السبيسيفيسيتي، الاختيار هنا بيز دي مش على اللون، على الاستراكشر. يبقى وجود كارير خلى مش اي ماده تعدي، مش اي ماده ليبيد انسوليبل هاي موليكولار ويت هتقدر تعدي، فقط اللي الاستراكشر بتاعهم يسمح بان هم يمسكوا في الريسبتور، فظهر خاصيه الاستراكشر سبيسيفيسيتي. طيب اتعلمنا حاجه هنا طبعا لطالب ذكي، ان لما يجي لنا في الام اس كيو هل وان سبستنس بيستخدم وان كارير، ولا ممكن مور ذان وان سبستنس يستخدموا الكارير؟ ايه رايك بيزد على اللي انا شرحته؟ طبعا مور ذان وان، اهو A وB بيستخدموا نفس الكارير. طيب انسى سي ودي، يعني كان نفسي يبقى معايا ممحاه كده وامسحهم، يبقى مين اللي بيستخدم A وB؟ يبقى هيحصل منهم ايه بقى دلوقتي؟ كومبيتيشن، تنافس. اهي يعني ايه؟ يعني كل ما يزيد تركيز سبستنس A هتحتل مواقع اكثر، فالمواقع اللي فاضله البي تبقى اقل. يبقى ظهر خاصيه ثانيه اسمها ايه بقى يا اولاد؟ كومبيتيشن ما بين نفس المواد اللي بتستخدم نفس الكارير. طب ثالث خاصيه، لو انا معايا ممحاه كنت همسح بيه حتى، يعني الاول همسح سي ودي ما ينفعوش لان الاستراكشر ما ينفعوش، يبقى استراكشر سبيسيفيسيتي. طب فاضل ايه وبي؟ هيحصل ما بينهم ايه؟ كومبيتيشن. همسح بيه ما فيش غير ايه؟ كل ما تركيز A يزيد تحتل مواقع اكثر، تركيزها يزيد اكثر تحتل مواقع اكثر. للمستمع ان يتخيل لحد ما كل المواقع تبقى كيوباي مشغوله، يبقى بعد كده لو زاد تركيز A يقدر يعدي اكثر؟ لا. ليه؟ لان كل الريسبتورز في الكارير سايت، في الكارير بروتين انجيجد، زي لعبه الكاس الموسيقيه كلها مشغوله، اي زياده في A اكثر من كده مش هيقدر يعدي. فهنا ظهر خاصية تانية اسمها الساتوريشن، ان ما تقدرش تعدي كده يعني زي ما انت عاوز الى اي درجة، لا في ماكسيمم. حتى عملها لكم في كيرف لطيف جدا بيجيلك في الام اس كيو. كل ما يزيد فرق التركيز سي 1 ماينس سي 2 في السمبل ديفيوجن، لان مش محتاجين حاجة، يزيد معدل انتشار الى ما شاء الله. يبقى السمبل ديفيوجن يزيد الديفيوجن ريت على طول، انما في الفاسيليتيت الديفيوجن اللي هو باللون الاحمر بيوصل ماكسيم. انت فاهمها امتى بقى؟ لما كل الكارير سايتس تبقى ساتوريتد. انا افتكر مره زميله فاضله رئيسه القسم الفسيولوجي اديت بناتها، كانوا في الطب، هي رئيس قسم الفسيولوجي، بس انا على فكره معظمهم اديت ولادهم لان في ثقه متبادله ما بيننا.
فكانت حتى التملي تقول لي انا يعني بحب الرسومات الطفوليه اللي بتفهم بيها الطلبه اعقد المعلومات وكانهم اطفال. ادي واحده فيهم. يبقى شفت رسمه الكارير بروتين بريسبتور سايتس، اديتك الثلاث خصائص بسهوله رهيبه. ان عندي سبستنس A و B و C و D، مين ينفع يركب A و B بس؟ تبع لايه؟ للون ولا للاستراكشر؟ للاستراكشر. يبقى ظهرت خاصيه استراكشر سبيسيفيسيتي، يبقى نمحو C و D بالخيال. طب A و B دلوقتي اكتر من ماده بيستخدموا نفس الكارير، هيحصل ما بينهم ايه؟ كومبيتيشن. ومعناها ايه؟ لو تركيز ايه زاد فهذا خصم من المواقع المخصصه لبيه. كل ما تركيز ايه يزيد هيحتل مواقع اكثر، فيبقى اللي فاضل لبيه اقل، فيبقى مرور بيه اقل. طب نمحو بالخيال بيه ما فاضلش غير ايه؟ كل ما تركيز ايه زاد يحتل مواقع اكثر، يحتل مواقع اكثر، لحد ما كل الريسبتور سايتس تبقى ايه؟ ساتوريتد. وبالتالي نصل لايه؟ بص بقى للكيرف، للماكسيمم. هو بقى في الام اس كيو هيكتب لك على الكيرف ده ايه؟ مثلا الاسود، والكيرف ده بي اللي هو الاحمر، وهيقول لك اي المنحنيين هو بتاع الفاسيلتيتد ديفيوجن. اي منهما؟ هتقول طبعا اللي عنده ماكسيمم هو بتاع الفاسيلتيتد ديفيوجن. تعالوا بقى في عجاله تاني نراجعها بسرعه، الفاسيلتيتد ديفيوجن سؤال نظري مهم اس 1000. كام نقطه يا اولاد؟ اهم قصادكم، بحب اول نقط عشان المنتال سيت. أربع نقط. الأول هتفكر بذكاء. ليه أنا صحت وزعقت وقلت أغيثوني؟ لأن إمكانياتي لا تسمح. مش عارف أعدي في الليبيد لأني ليبيد انسوليبل. ولا عارف أعدي في الشانل لأني لارج مليكار ويت. لكن ستيل انا ووتر سوليبل، لان قلنا التشانل اللي هعدي فيها في الاخر فيها ميه، فلازم اوتر سوليبل. يبقى شوف هما هيحفظوا مواصفات الماده بتوع الفاسيلتي ديفيوجن، احنا هنعيشها. لماذا صحت اغيثوني؟ لاني مش عارف لوحدي، لاني اللي عارف اعدي في الليبيد لاني ليبيد انسوليبل، وانا عارف اعدي في التشانل لاني هاي موليكار ويت، وفي الاخر هعدي في التشانل هيوسعوها لي اللي فيها ميه، يبقى لازم ابقى ووتر سوليبل. طب مين احسن مثال الفاسيلتيد ديفيوجن؟ جلوكوز. طب الميكانيزم؟ قلت ان الجلوكوز هيتحد مع الريسبتور بتاع الكارير بروتين بمساعده انزيم، فيحصل كونفجريشنال تشينج، تغير في شكل البروتين موليكل، توسع. اني حته اللي بتوسع دي لينا احنا ما حدش هيهتم، هي الاوتر والانر، بس انا علمتها لك، احب الدقه قوي، الانر بارت فيدخل. طب النقطه الرابعه، هما كاتبينها خطا، الكاركترز كان لازم يكتبوها الديفرنسز. احنا مش عاوزين الكاركتر، بماذا يتميز الفاسيليتيتد عن السمبل ديفيوجن؟ قلت لطالب ذكي هو ايه اللي استجد علينا؟ كارير بروتين عليه بريسبتور هنتحد بمساعده انزيم. يبقى بدل حتى ما اقولهم زي معظم الكتب رصه، لا افكر فيهم في خاصية بسبب الإنزيم، وثلاث خصائص بسبب الريسبتور والكارير بروتين. وجود الإنزيم في العملية خلاها إيه؟ قالوا لنا إيه في ثانوي؟ إن الإنزيمز آر فيري سنسيتيف تو تمبرتشر تشينجز. فالعملية بقت يلا فين بنجر بقى؟ أهو دي هنتفق عليها مع بعض. فين الكلمة اللي لازم نركز فيها اللي هم كانوا يقصدوها؟ فيري هايلي 10 تايمز آر سنسيتيف تو تمبرتشر تشينجز. الكلمة المهمة فيري، قلت هنا وهنا فقط تصنع الأوائل، ومرة أخرى إحنا بس اللي فاهمين. طب نيجي للكارير، تخيل أهو عنده ريسبتور سايتس كتيرة ورسمة طفولية جميلة، اديتك الثلاث خصائص، مين ينفع؟ A و B تبعا لإيه؟ لأن دي دايرة ودي دايرة، يبقى الاستراكشر مش اللون، يبقى ظهرت خاصية الاستراكشرال سبيسيفيسيتي. امحي بالخيال سي ودي ما ينفعوش. وتعلمت حاجة، ان مش مادة واحدة تستخدم نفس الكارير، في اكتر مادة، لان دي هتدينا التانية. يبقى هيحصل ما بينهم ايه؟ كومبيتيشن، تنافس. بمعنى ان كل ما تركيز ايه يزيد هيحتل مواقع اكتر خصما من المواقع بتاعت بي. يعني الريت اوف ديفيوجن بتاع ايه
هيأثر على ريتم فيجن بتاع بي، لان عندنا مواقع محدده. امحي بالخيال بي، ما فاضلش غير ايه؟ كل ما عدد المولكيول يزيد تعدي اكتر تعدي اكتر، كل ما الكونسنتريشن جريدنت يزيد الى ما لا نهايه. لا طبعا، لما كل ريسبتور سايتس تبقى ساتوريتد تبقى انجيجد مش هيقدر يعدي اكتر. يبقى ظهرت خاصيه الساتوريشن او الماكسيمم، وتجيلنا في الام اس كيو كيرف ده اي وبي، ويقول لك اختار مين بتاع السمبل ديفيوجن اللي ملوش ماكسيمم، ومين بتاع الفاسيلتيتد ديفيوجن ليه ماكسيمم. ولا تنسى بعدها تاني ان ده ديفيوجن، النوع الوحيد اللي مش عاوز طاقه نوع اي تي بي وباسف. اعذرني في التعبير لكن هقوله عشان تفتكر. الديفيوجن هو النوع الوحيد في الانواع الثلاثه الذي لا يحتاج الى طاقه. سمبل ديفيوجن، فاسيليتيت ديفيوجن مع الاعتذار، هباب في اخره ديفيوجن يبقى فروم هاير تو لور، من عالي الواطي، يبقى مش عاوز اي تي بي، يبقى باسف. مش عشان بقى فاسيليتيتد او كاريبيديتد تكتب عاوز اي تي بي، غلطه مشهوره. اي ديفيوجن بانواعه الثلاث، سمبل فاسيليتيتد او اسموزس، نو اي تي بي، باسف. ادام الكلمه فيها ديفيوجن يبقى مش عاوز طاقه. اي نوع اخر غير الديفيوجن، الاكتيف ترانسبورت والفيزيكولار ترانسبورت اللي هناخدهم باذن الله، هم دول اللي عاوزين طاقه. اقلب الصفحات من فضلك. نيجي بقى لموضوع مهم قوي في التربيه يا اولاد، قوي بحب اشرحه، انا احب الحاجات الصعبه. ليه؟ هنا يظهر تميز الشارح وتميز الطلبه. موضوع الاسموزس للدنيا سبع عجائب. هم احنا قلنا اولاد هم مش سبعه، هم ثمانيه حقيقه الامر. لما قلنا الاهرام خرجوها بره الاختيارات، الاهرام بتاعتنا دي حاجه ما يصحش نستفتي عليها. معلش النهارده لسه ما وضبتش السيت اب قوي، انما ستيل ام هابي بوضوح الصوره. طيب يلا، بشكر الزميل اللي هو قال لي من فضلك الريزوليوشن مش قوي، الصوره مش هاي ديفينيشن قوي، ساعدنا، لان هو اللي بالحقيقه عمل لي الفكره. اشكره، ناسي اسمه بس بقرا تعليقاتكم، يعني تعليق تعليق، وبسعد بيها جدا. ربنا يخليكم ليا، وكده يا رب ادعي لكم تبقوا احسن دكاتره في الدنيا، ويعني تعتلوا اعلى المناصب وتاخدوا ارفع الدرجات العلميه، وافرح بيكم. انتم فخري، انتم كنزي، دي حقيقه. انا حاسس ان ده اكتر حاجه طلعت فيها في الدنيا هو بحضراتكم ابنائي الاعزاء. نيجي الاسموزس. يلا يا اولاد، المنتال سيت احنا اتعلمنا هنتكلم عليه. للدنيا سبع عجائب والاسموزس سبع حقائق. نظري مهم واسال، حتى شوف اوعى انا ما تكتبهمش 1 2 3 4، انا بس عشان تتابع معايا، انا ما تكتبش الكلام ده، انا عشان تتاكد. يلا اهو، قال واحده، قال الثانيه فين؟ عشقت مثل عشق النظام. الاسموزس هو نوع من الديفيوجن، بس بدل ما هو خاص بالاملاح خاص بالسوائل. وعاوزك تركز قوي قوي معايا في الموضوع ده، لانه مش مهم بس في الانترودكشن، صار في المستشفيات وفي العيادات لا يمكن هتدي محلول لعيان وانت فاهم الا اذا فهمت مع العبد الله موضوع الاسموزس. فبليز ركز فيه، مش لاهميته بس في الامتحان، لاهميته في الطب، في الممارسة، تبقى عارف ما تضرش عيان، تنفع العيان انك فاهم. بص للرسمة دي من فضلك، اليوتيوب دي في ناحية فيها بيور ووتر، مية بس، والناحية التانية فيها مية مع سولت، يبقى هنا مية بس وهنا مية مع نون ديفيوزابل سولت، لان في ما بينهم سيمي بيرميبل ممبرين، غشاء شبه منفذ ينفذ الميه وما ينفذش الصوت، ينفذ الميه وما ينفذش الصوتس. فعشان كده قلنا ان هو سيمي بيرميبل ممبرين، يعني شبه منفذ، لانه بينفذ الميه ولا ينفذ الصوتس.
احنا قلنا الاسموزس هو نوع من انواع السم الديفيوجن، حتى هو سمبل ديفيوجن لانه مش محتاج حاجه، مش فاسيليتيت، بس مش خاص بالسولتس، انما خاص بمين؟ بالفلويدز. والفلويد اللي عندنا في الجسم هو الميه. يعني لو بشرح اسموزس في كليه العلوم اقول هو سمبل ديفيوجن اوف فلويدز، انما لو بشرحه في كليه الطب مفيش فلويد عندنا جوه غير الميه، يبقى هو سمبل ديفيوجن اوف ووتر، برضو من ناحية اللي فيها مية أكتر للناحية اللي فيها مية أقل. طيب يبقى إذن هيحصل من ناحية اللي فيها مية، هنا المية 100% لأن ما فيش سولتس خالص، إنما هنا المية 100% أقل من 100%. خلاص يبقى هيحدث من هنا لهنا، من هنا لهنا، يبقى من ناحية اللي فيها مية فقط للناحية اللي فيها مية وصولت، لأن الناحية دي المية 100% أكتر، إنما الناحية دي في مية وصولت يبقى المية بتبقى كميتها أقل. طيب يبقى ما هو تعريف الأسموزس؟ نقولها تاني بأول كلمة، هو simple diffusion of water. simple diffusion of water من الناحية اللي فيها pure water للناحية اللي فيها water مع الصولت، لأن هنا المية 100% هنا المية أقل لأن معاها سولتس. طب القوة الاسموزس ده اللي هو بيحرك المية من هنا لهنا، قوة مش قادرين نحسبها، ولكن العالم يفكر. أنا هشوف القوة اللي توقفها، يبقى 100% تساويها القوة اللي توقف الاسموزس تساويها، وسميناها أوزموتيك بريشر. شوف الناس بتفكر إزاي، إزاي قاسوا قوة الاسموزس دي، القوة اللي بتحرك المية من هنا لهنا، سواء بالعكس شافوا القوة اللي توقفها وسميناها أوزموتيك بريشر. يبقى الأوزموتيك بريشر هو البريشر نيدد تو ستوب أوسموزس، ويقاس بالمليمتر مركري. دي النقطة الثانية. النقطة الثالثة قلتها لكم قبل كده، الأوزموتيك بريشر ديبيندز، بيعتمد على عدد الجزيئات أم حجم الجزيئات أم على كليهما. قلت الطالب في الام اس كيو يختار على عدد الجزيئات بس، النمبر، وحتى حطيتها لك في الدايره المدوره بتاعتي المشرشره دي بسميها المشهوره. يعني كل حاجه احب اخد، لو رسمتها دايره منتظمه مش هتاخد انتباهك في السايكولوجي اوف تيتشنج، درس دايره مدرجه كده هتاخد انتباه. فالاوزموتيك بريشر بيعتمد على عدد الجزيئات وليس على حجمها. طب احنا هنا مش محاضره، طالب قال لي انت اتعودت انك تفهمنا، فهمنا ليه الموضوع عدد وعمره ما كان حد. قلت قانون خدناه سهل قوي في الثانوي، اللي هو طاقة الحركة. طاقة الحركة لأي جزيء بتساوي نص الكتلة في مربع السرعة. الناس اللي بتفهم انجليش half mass v square، الكينيتيك انرجي half mass في v square. وديني برضو كعادتي رسومات طفولية جدا، الجزيء اللي كتلته كبيرة هيبقى سرعته قليلة لأنه كتلته كبيرة سرعته قليلة، بينما الجزيء اللي هو كتلته قليلة بسبب أنه كتلته قليلة صغير يقدر يجري بسرعة، الفيلوستي عالية، فدي عوضت دي. اللي عنده ماس كبير عنده فيلوستي قليلة، واللي عنده ماس قليلة عنده فيلوستي عالية. فبقى الموضوع موضوع عدد، لأن طاقة الحركة بتاعة المولكيول الكبير زي طاقة الحركة بتاعة المولكيول الصغير. فالأوزموتيك بريشر ديبيندز على النمبر. دي الجملة الثالثة. يبقى في عجالة عشان ما نتوهش، ايه الثلاث جمل اللي قلناهم قبل كده؟ ما هو الأوسموزس؟ هو نوع من أنواع، هنساعده ولا مش هنساعده؟ مش هنساعده. يبقى سيمبل ديفيوجن، بس خاص. خاص بمين يا أولاد؟ خاص بالمية أوف ووتر. طب النقطة التانية، عاوزين نقيس القوة دي، مش عارفين نقيسها، نقيس القوة اللي توقفها. يبقى الأوزموتيك بريشر هو البريشر نيدد تو ستوب أوسموزس، بريشر نيدد تو ستوب أوسموزس، وبنقيسه بالمليمتر مركري. طب تالت جملة، إنه بيعتمد على عدد ولا حجم ولا على كليهما؟ اختار أنت بقى، أنا سامع على العدد، لأن طاقة الحركة بتاعت المولكيول الكبير زي الصغير. نيجي رابع كلمة، ما هو تعريف المول والملي مول؟
بحب الالوان قوي برضه يا اولاد في الرسم، بتساعد في الفهم. هي بتقول روحها، هم اختاروا اول ثلاث حروف في امريكا او اول اربع حروف في انجلترا من كلمه موليكوروي. حتى شوف السمع هيساعدك، ما هو المول؟ هو الموليكولار ويت ان جرامز. حلوه، يعني هم خدوها من الكلمه. المول هو الموليكولار ويت، المول هو الوزن الجزيئي ان جرامز. واظن انت بقى عرفت امال ايه الملي مول. الموليكولار ويت ان ملي جرامز، يعني لو قلت ان جرام يبقى مول، الملي جرامز يبقى ملي مول. وانا بقى اسالك انت، تفتكر المول كام ملي مول؟ هو الجرام كام ملي جرام؟ احسبها وهتعرفها. 1000 كما المتر 1000 ملي متر. طب الجملة الرابعة، الخمسة قائمة على الجملة الرابعة اللي هي الأزمول. عاوزك بقى من دلوقتي جملة الخمسة والسادسة والسبعة تركز معاها كويس قوي، اصحى لي بقى شوية. قال لك لو جبت المول من أي مادة غير متأينة، عشان المادة بتقين صوديوم كلورايد لو حطيتها في المية انت بتعد صوديوم كلورايد، حطها في المية بقت صوديوم كلورايد، بقوا 2، واحنا قلنا الموضوع عدد. راجل ما بيقولكش الكلام ده في المحاضرات اسمه افوجادرو، قال لك لو جبت الوزن الجزيئي بالجرامات من اي مادة غير متأينة، جلوكوز فركتوز لاكتوز، المهم حاجة متأينش، هتلاقي فيه نفس عدد الجزيئات بالظبط. سموه افوجادروز نمبر. ياه، نفس عدد الجزيئات بالظبط، نفس النمبر في الجلوكوز او الفركتوز او اللاكتوز. لو خدت الموليكولار ويت الوزن الجزيئي بالجرامات هيبقى فيه نفس العدد، ونسميه افوجادروز نمبر. طب واحد يقول لي وانت قلت لنا ان الاوزموتيك بريشر دي بتعتمد على عدد الجزيئات، طب طالما المول من الجلوكوز والمول من الفركتوز والمول من الجلاكتوز كلهم فيهم نفس العدد، يبقى كلهم هيدوا نفس الضغط الاسموزي، فما تيجي نسميه أزمول. حتى تيجي تعيش معايا الكلمة، يعني ايه أزمول؟ الأزموليتي كوزد باي إيمول، الأزموليتي كوزد باي إيمول، بس بشرط ايه؟ ان المادة تبقى ايه؟ غير متأينة. ليه بقى؟ يبقى الأزموليتي كوزد باي إيمول اهي، بس بشرط المادة تبقى نون أيونايزد. ليه بقى؟ لانك لو خدت مول من الصوديوم كلورايد في نفس عدد الجزيئات على الترابيزة وهو ناشف، تعد ادي 1 صوديوم كلورايد، ادي 2 صوديوم كلورايد، ادي 3 صوديوم كلورايد، هما نفس العدد. وانس رميتهم في المية اللي عديته على الترابيزة 1 صوديوم كلورايد جزيء 1، لما اول ما نزل المية بقوا كام؟ بقوا 2، يبقى عدد الجزيئات الضعف كام مرة؟ مرتين. يبقى المول من الصوديوم كلورايد يدي، اسف مكتوبة خطأ قصادك، 2 أزمولز، انا اسف على الغلطة دي، يدي 2 أزمولز. طب والمول من الكالسيوم كلورايد صلحها يدي 3 أزمولز، هصلحها انا، يلا اهو انتظروني ثانية. يبقى المول من الصوديوم كلورايد يدي 2 أزمولز، والمول من الكالسيوم كلورايد يدي 3 أزمولز اهي، صلحنا. المرة دي جايب قلم لأنه نصلح أي حاجة أولا بأولا. يبقى معلش انا بكتب الورق ده في عجالة، انا قلت لك معيش ورق خالص هنا، بكتبه جاست عشان نفهم كويس وما عنديش وقت اراجعه تاني، يعني بيبقى دماغي في النقطة اللي بعدها. يبقى المول من الصوديوم كلورايد هيدي ضعف عدد الجزيئات، لانه الواحد هيبقى 2 فهيدي 2 أزمولز، والمول من الكالسيوم كلورايد هتعد الكالسيوم كلورايد جزيء 1، تو منزل ميه بقى كام؟ بقى 3 جزيئات، كالسيوم و2 كلورايد، يبقى في 3 أزمولز. يبقى دي النقطة الخامسة. النقطة السادسة، ما هي الفرق ما بين كلمة أزمولاريتي وأزمولاليتي؟ هنا بقى هنتكلم على التركيز الأسموزي. لو هتشوف أنت عندك كام أزمول في اللتر نسميها أزمولاريتي، كام أزمول في كيلو جرام مية نسميها أزمولاليتي. يبقى لو التركيز بنحسبه في لتر ميه يبقى أزمولاريتي، في كيلو جرام ميه يبقى أزمولاليتي. طالب زكي قال لي من فضلك، رافع ايده هو اديني شايفه اهو، ايه ده؟ قلت له يعني ايه؟ قال لي ما هو لتر الميه بيزن كيلو جرام في العاده، فيبقى الأزمولاريتي هي الأزمولاليتي، عدد الأزمول في لتر ميه
هي عدد الأزمول في كيلو جرام مية، لأن لتر المية بيزن كيلو جرام. قلت له صح، دي صفصطة أكاديمية، يعني أنا بقولها عشان بعض الزملاء عندنا هنا عمرهم ما يضيعوا وقت الطالب في الكلام ده، لكن عندنا بعض الناس بتدخل في الصفصطة دي وهم أساسا مش فاهمها. أنا فاهمك الفرق ما بينه إنه ملوش أي قيمة. إيه الفرق بين الأزمولاريتي والأزمولاريتي؟ الأزمولاريتي أقل دقة، لأن لما أشوف عدد الأزمول في لتر مية، لتر مية ده مش ثابت، بيتأثر بالحرارة، المية بتتمدد بالسخونة وتتبربر على رأي عادل إمام بالبرورة، يبقى اللتر ده حاجة مش ثابتة، لكن كيلو جرام مية دي حاجة ثابتة. وإلا هنعمل زي النقطة اللي كانوا يقولوها لنا إحنا أطفال، إيه الفرق بين طن حديد وطن ريش؟ ما هو ده طن وده طن، هو مش ده أتقل. يبقى الأزمولاريتي هي الأكثر دقة، لأن كيلو جرام بيقعد كيلو جرام، الأزمولاريتي أقل دقة، لأن اللتر بيتمدد وبينكمش، يعني الوقت بيتغير بالحرارة. طب فكر معايا، احنا هنعمل هنحقق احنا في مستشفى ميداني وعاوزين نحط ملح في ميه نديه لعيانين نزفوا، نعمل لهم محلول ملح، انهي اسهل؟ نجيب سلندر مخبار فيه لتر ميه وندوب فيه الملح، ولا نوزن كيلو جرام ميه؟ فكر معايا كده، ايه رايك انهي اسهل؟ اقول لك وزن لي كيلو جرام ميه ولا ملالي لتر ميه؟ طبعا الاسهل هو اني املى اجيب سلندر مخبار واملى لتر ميه، يبقى الاوزمولاريتي هي الاسهل، هي اللي بنستخدمها، لان مش هنقعد نوزن كيلو جرام ميه، يبقى عشان كده بقول صفصطه. الاوزمولاريتي اسهل واقل دقه، الاوزمولاريتي اصعب ولكن اكثر دقه. عشان الناس اللي بتسالك ايه الفرق بينهم وعشان ما تلخبطهمش بقولها بطريقه لا تنسى، معتمدا على السمع، وانا قلت ان ربنا قدم السمع على البصر. هتسمعها معايا and you'll never forget it the rest of your life. الأزمولاريتي per liter، الأزمولاريتي per liter، الأزمولاريتي هي اللي per kg. الأزمولاريتي تبقى عارفها في النهاية هي الأكثر دقة ولكن الأصعب في تحضيرها، فبنستخدم في العالم الأزمولاريتي وإن كانت أقل دقة، لأن أسهل إن أنا أجيب لتر مية من إن أنا أوزن كيلو جرام مية. تمام. وفي العموم يا شباب، لما تبقى درجة الحرارة معتدلة داخل مستشفيات وفي طبعا تكييفات او حتى يعني في حدود المعقول، فنورمالي اللتر بيزن كيلو جرام، فالأزمولاريتي هي الأزمولاريتي، مفيش فرق غير صفصطة ملهاش اي قيمة. طيب نيجي المسائل. قبل ما اجي المسائل عاوز اعيد تاني الست نقط بسرعة، لان ده واحد من اهم المواضيع، كان نفسي اقوله في محاضرة لوحده. تاني انت هتقول معايا ما تتخضش، اولا مسائل تالتة ابتدائي، خلاص اتفقنا قبل ما نجيلها تالتة ابتدائي اللي فيها رقمين. ما هو تعريف الاسموزس؟ هو سيمبل ديفيوجن، مش خاص بالاملاح، خاص بالمية، يبقى برضو من الناحية اللي فيها مية اكتر للناحية اللي فيها مية اقل. طبعا الناحية اللي فيها مية اقل افتكر هي اللي فيها املاح اكتر، اهي اللي فيها مية اقل هي اللي فيها مية اقل اللي فيها املاح اكتر، عشان لو سألها لك بالعكس ناحية فيها ملح أكتر يبقى الماء هتروح منين لفين؟ للناحية اللي فيها مية، من الناحية اللي فيها مية أكتر الناحية اللي فيها مية أقل، واللي في الناحية اللي فيها مية أقل إن فيها ملح أكتر، يعني لخبطكش أنت مش طفل، يبقى الماء رايحة للناحية اللي فيها مية أقل اللي هي فيها ملح أكتر، فعشان كده بقى فيها مية أقل from higher to lower، يبقى simple diffusion of water. دي أول نقطة. إزاي قسنا القوة دي؟ العالم يفكر شاف القوة اللي بتوقفها، يبقى ما هو الأوزموتيك بريشر؟ pressure needed to stop osmosis ويتقاس بالمليمتر مركب. النقطة الثالثة depends على ايه؟ النمبر، وفهمتها لكم ليه؟ كل حاجة هنا بنفهمها. النقطة الرابعة والخامسة، ما تعريف المول والأزمول؟ يا خبر، هو بيقول نفسه اللي فاهم. المول هو المولكيولار ويت ان جرامز، والملي مول ان ملي جرامز، وهو الاشهر في الجسم، ان احنا قلنا معظم الحاجات في الجسم بالملي جرام. طب قلت لو خدت مول من اي ماده غير متأينة ما تفرقش، جلوكوز جلاكتوز فركتوز، في نفس عدد الجزيئات،
افوكادو نمبر. يبقى لو حطيته في لتر ميه يدي نفس الضغط الاسموزي، فسموه ازمول. الازمولاليتي كوزد باي ايمول، بس بشرط ان المول ده يبقى نان ايه ايونايز. ليه كاتب لك تحتها؟ لان مول من الصوديوم كلورايد في نفس عدد البلاقات على الترابيزه وهو جاف، تو ما ترميه في الميه اللي عديته واحد بقى اتنين في حاله الصوديوم كلورايد، اللي عديته واحد بقى ثلاثة في حاله الكالسيوم كلورايد. نقطه رابعه دي بقى السادسه اسف. دلوقتي بقى عاوزين نحضر محاليل ونديها العيانين. لو انت حاطط كذا مول وبالتالي كذا ازمول في اللتر هنسميها ازمولاريتي، يبقى بير لتر ازمولاريتي، ودي الاسهل. لو انت بتحط في كيلو جرام ميه ودي ما حدش مغفل في الدنيا بيعمل الكلام ده، تبقى ازمولاليتي اكثر دقه ولكن اصعب، والفرق في الدقة لا يستدعي ان احنا نعمل عبط ده، فهو سؤال اكاديمي لا قيمة له. نيجي بقى المسائل بتاع التالتة ابتدائي، وعيب قوي تقول لي في مسائل مع العبد الله، ما فيش مسائل يا تالتة ابتدائي اقصى حاجة خمسة. دلوقتي تالتة ابتدائي لو ما حلتهاش معايا هحسب لك معامل الزكاة. فكر معايا وليا طريقة باخد بالتدرج. قلت لك مش معناه انها صعبة، ان انا يعني انا احب الحساب. دخلت فنية عسكرية قبل ما ادخل طب، لان كنت من يعني اعلى خمس درجات في الثانوية العامة في الرياضة في سنتها، كانش في ولا واحد جاب 120 اعلى خمسة في الرياضة. نرجع تاني، هجيب لتر مية، لان احنا قلنا الحساب بيبقى في اللتر، حساب الازمولر كونسنتريشن في اللتر. هتسألني طب ليه مش في 100 سنتي؟ ما ممكن احسب الحساب 100 سنتي. فكر فكر يا بني ادم لما بنمارس طب، ليه مش في 10 سنتي؟ ليه تملي في لتر؟ لان هي دي وحده الاستخدام. لما بقول لك انقل للعيان، انقل له لتر، انقل له 2 لتر، نص لتر، يعني تملي مقرونه باللتر. فاتفق ان الازمولر كونسنتريشن يتحسب في اللتر، في اللتر، مش في 100 سنتي، مش في 10 سنتي. المحاليل بنحسب ادي العيان لتر، ادي له 2 لتر، حتى يوم ما نقلل قوي ده نادرا ما نعمله اديله نص لتر، يعني برضه حاجه مقرونه باللتر. فيبقى الحساب اتفق في العالم الازمولر كونسنتريشن بير لتر. يعني هقولها لك بطريقه ثانيه، يعني اما اقول لك المحلول ده تركيزه الاسموزي 290 ملي ازمول، ما تسالنيش بير ايه، مش حقك تقول لي في ايه، لانه معروف انه بير لتر، متفق عليه، مش في 100 سم، مش في 10. يعني تركيز الاسموزي مفروض التركيز يتقال كمية في حجم، لان الحجم معروف لتر، فممكن ما اقولوش تركيز البلازما الاسموزي، اقول لك 290 ملي ازمول، يعني في 290 ملي ازمول فين؟ ما تسألنيش فين، لانه لازم يبقى في لتر، من حقي ما اقولش الحجم، مع ان اي تركيز في الدنيا عبارة عن ايه؟ كلام الاطفال اهو، كمية في حجم، هنا الحجم لازم يبقى لتر. هنبتدي اول مساله. لو جبت لتر حطيت فيه 1 مول اوف جلوكوز، هل الجلوكوز بيتأين؟ لا، يبقى ال1 مول هيدي ازمول، يبقى الازمولر الكونسنتريشن كام؟ 1. صعبه شويه، جبت لتر حطيت فيه 1 مول اوف صوديوم كلورايد، فاكر الصوديوم كلورايد كان المول بيدي 2 ازمول، لان بيدي ضعف عدد الجزيئات، يبقى التركيز الاسموزي هيبقى 2 ازمولز لللتر ده. طيب لو جبت لتر ميه وحطيت فيه 1 مول كالسيوم كلورايد، ال1 مول في كالسيوم كلورايد كان بيدي كام ازمول؟ الجزيء كان بيدي كام؟ واحنا المهم النمبر، بيدي 3 كالسيوم 2 كلورايد، يبقى التركيز الاسموزي 3 ازمولز في اللتر. تمام؟ يبقى في اول مساله في الثلاث مسائل جبت لتر ميه، يعني الحجم مظبوط. لما حطيت 1 مول في جلوكوز، المول بيدي ازمول في حاله الجلوكوز، لان الازمول تعريفه هو الازمولاليتي بتاعت المول لو الماده غير متعينه، وده غير متعين لان كلهم فيهم نفس عدد الجزيئات. لكن لو جبت صوديوم كلورايد، الصوديوم كلورايد اللي عديته واحد على الترابيزه بقى 2، يبقى دي 2 ازمول، الكالسيوم كلورايد بقى 3. نصعب مساله شويه. الخطوه الرابعه، هيجيب لك لتر ميه
في نفس اللتر حطيت 1 مول جلوكوز و2 مولز صوديوم كلورايد و3 مولز من الكالسيوم كلورايد. احسب لي التركيز الاسموزي لهذا المحلول. ال1 مول اوف جلوكوز يدي ايه؟ يدي 1. طب وال2 مول اوف صوديوم كلورايد؟ قلنا المول اوف صوديوم كلورايد بيدي 2، يبقى ال2 يدوا 4. ما هو الواحد بيدي 2 وال2 يدوا 4. طب الكالسيوم كلورايد قلنا الواحد بيدي 3، طب ال3 مول من الكالسيوم كلورايد يدوا كام؟ 9. يبقى 1 زائد 4 5 و9 يبقى 14. تمام؟ اصعب بقى مساله بقى، يقول لك جاب لنا مساله صعبه قوي قوي قوي. جاب نفس المساله السابقه بس في نص لتر. واحنا قلنا الحساب التركيز الاسموزي عمره ما يتحسب غير في لتر في لتر في لتر، لان وحده التعامل في المستشفيات هي اللتر. يبقى هتحسب نفس الحسبه، الواحد جلوكوز يدي 1 والاثنين صوديوم كلورايد يدوا 4 والثلاثه يدوا 9 زي ما سالنا قبلها، بس دول في نص لتر. يبقى في 14 في نص لتر. يبقى في كام في اللتر؟ عاوز طفل بقى. اللتر نصين، كل واحد فيه 14. يبقى اللتر فيه 14 و14 يبقوا 28. واقول لك كل الاحتمالات، مش عاوز خيبه، لو جابها لك في 100 سم اللتر كام؟ 100 سم 10، تضرب الرقم في 10. في 200 سم اللتر 5 متينات، تضرب في 5. بتحل معايا؟ 250 يعني ربع لتر، تضرب في 4. 500 تضرب في 2. ادي كل الاحتمالات اللي بتيجي. يبقى دي اصعب مساله، اصعب مساله. يبقى لو جاب لي في لتر خلاص المساله اتحلت زي ما هي، تحسب كل حاجه وده في لتر. لو جابها في نص لتر اضرب في 2، في ربع لتر 250 سم اضرب في 4 لان اللتر 4 ارباع. لو جاب في 200 سم يعني 5 لتر يبقى اضرب في 5، في 100 سم اللتر 10 ميات يبقى اضرب في 10. عيب بقى، عيب بقى، مش عاوزين الخيبه دي. خد بالك ان انا في كل حاجه حسبتها بالمول، فالنتيجه طلعت بالاوزمول، مع ان في الجسم بقولها دي عشان ما صعبش في الشرح. في الجسم غالبا كل حاجه بالملي مول، وبالتالي النتيجه بالملي اوزمول. يبقى دلوقتي لاول مره الطالب فهم يعني ايه التركيز الاسموزي بتاع البلازما 290 ملي اوزمول. لاول مره تفهمها. يعني لو جبت لتر بلازما وحسبت فيه قد ايه جلوكوز وقد ايه صوديوم كلورايد وقد ايه كالسيوم كلورايد ومواد اخرى، مجموعهم في اللتر 290. بس اول مره نفهم يعني ايه الضغط الاسموزي بتاع البلازما 290 ملي اوزمول. وعليه لو عاوز تدي عيان في مستشفى ميدانيه محلول ملح لانه نزف، تحسب بحيث يبقى اللتر يبقى فيه نفس العدد بتاع البلازما اللي هو 290. سهل قوي، تدوب كميه بحيث في النهايه يبقى عندك 290 ملي ازمول، ملي بالملي بالملي جرام في الجسم بالملي جرام. انا شرحت بالمول عشان اسهل، ما اقعدش اقول ملي مول، نركز قوي في المول وبعدين اقول لك في الجسم مش وحده التعامل مش الجرام، الملي جرام. ملي مول وبالتالي ملي ازمول، بحيث يبقوا 290 زي البلازما، فيسموه محلول ايزوزموتيك. يعني الملح هنا زي الملح في البلازما، فلا ياخد منه ولا يديله، لانه لو 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 لو, لو الميه اكتر بيحصل اسموزس، ميه اقل هنا بتاخد ميه، هنا بتدي ميه، يبقى عشان ما تديش ولا تاخد يبقى لازم الملح على الناحيتين يبقوا زي بعض. يبقى نسميه ايه؟ ايزو يعني زي، ايزو اوزموتيك. لا تدي هايبر اوزموتيك في اكتر من 290 ولا تدي اقل من 290 هايبر اوزموتيك. وهجيب لكم مساله كده هقول لك ادي محلول وقول لي المحلول ده بقى ايزو ولا هايبر ولا هايبو، وبالتالي ينفع يتاخد ولا لا. عشان يتاخد لازم يبقى ايزو. طيب نقطة السابعة، ارجع الرسمة دي بقى. احنا قلنا هنفرض الرسمة دي دلوقتي ان هنا محطوط ده لتر مية، افرض دي لتر مية محطوط فيها واحد ملي ازمول. حتى انا سألت لك على طول يعني واحد ملي مول من الجلوكوز مثلا، وبالتالي الجلوكوز الواحد بدي واحد يبقى واحد ملي ازمول، فهتسحب مية تمام بقوتي تحتاج الى منعها لضغط. يعني لما يبقى هنا في لتر، هنا ده لتر عشان يبقى التركيز مظبوط، لان احنا قلنا كل حاجه محسوبه في لتر، في واحد
ملي مول من الجلوكوز هيدي 1 ملي اسمول من الجلوكوز، يبقى المحلول ده تركيزه 1 ملي اسمول اللي انا كاتبه هيسحب ميه بقوته تحتاج الى منعها الى ضغط يساوي 19.3 مليمتر مركب. ودي بقى ما تتشرحش، دي فايندينج، دي تجربه عملناها فعلا، جبنا اليوتيوب دي وحطينا في ناحيه لتر ميه في 1 ملي مول جلوكوز يعني 1 ملي اوزمول، وشفنا الميه بتنسحب بقوه. عرفناها ازاي؟ شفنا الضغط اللي نحتاجه عشان نوقفها، لقينا 19.3 مليمتر مركب. يبقى كل واحد هنا عشان توقف السحب اللي بيعمله الميه محتاج لضغط مقداره 19.3. طب الاذكياء فقط، لو حطيت هنا بلازما، لتر بلازما ما فيهاش واحد، فيها 290 ملي اوزمول، تفتكر هتحتاج ضغط مقداره كام؟ 19.3 في 290 هتطلع تقريبا 5000 مليمتر مركوري، هتطلع تقريبا 5000 ملي متر مركوري اهي. يبقى الاول مره نفهم يعني ايه 290 ملي اوزمول ويعني ايه 5000 مليمتر مركوري، لان كل واحد ملي اوزمول بيسحب ميه بقوته احتاجت لمنعها لضغط، ده فايندينج ما تتشرحش، الرقم ده وجدناه ما يتشرحش 19.3. يبقى لو هنا في بلازما فيها 290 هتحتاج لضغط مقداره 290 في 19.3، يبقى تحتاج لضغط مقداره 5000 ملم مركوي اللي هي تعادل كام اتموسفيريك بريشر. انت عارف الضغط السموزي ضغط الجوي 700 وشوية، يبقى حوالي 7 اتموسفيريك بريشر. يبقى الاول مره الطالب فهم يعني ايه الضغط الاسموزي للبلازما 290 ملي اوزمول، يعني لو جبت لتر بلازما وحسبت فيها قد ايه جلوكوز وصوديوم كلورايد وكالسيوم كلورايد زي ما عملنا هيطلع فيها 290، وان كل واحد يحتاج لضغط عشان يمنع الميه اللي جايه مقداره 19.3، يبقى لو هنا في 290 محتاجين ضغط 19.3 في 290 تساوي 5000، وهذا يعادل تقريبا 7 اتموسفيريك بريشر. التطبيق على موضوع الاسموزيس اللي هو اهم موضوع في الانترودكشن، انا هقوله لك وانت تقول لي ايه التطبيق. يا شباب، انتقال السيل ممبرين والكابيلاري ممبرينز في الجسم ار فريلي بيرميبل توتال، دي الحقيقه اللي انا قلتها لك، كل الممبرينز في الجسم سواء السيل ممبرين او الكابيلاري ممبرين فريلي بيرميبل توتال. يبقى تتوقع بيزد على اللي انا قلته ده، ايه علاقه الاوزمولاليتي بتاعت الانتراسيلولار فلويد بالاوزمولاليتي بتاعت الاكستراسيلولار فلويد بالاوزمولاليتي بتاعت البلازما؟ لو قلت لك ان كل الممبرينز بتفوت الميه عادي خالص لطالب ذكي، يبقى الاوزمولاليتي لازم تبقى متساويه فيهم كلهم. ليه؟ لان نفرض بكلم الناس اللي هي مخها ما بيركزش اكتر، مش عاوز ألبخ، لو هنا الاوزمولاليتي اعلى هتقعد تسحب ميه، هنا الاوزمولاليتي اعلى بالعكس تاخد ميه. المهم تقعد تاخد وتدي وتاخد وتدي، متى هتوقف حركه الميه؟ لما يبقى الاوزمولاليتي هنا تساوي هنا تساوي هنا. يبقى طالما انت قلت لنا ان الممبرين فريلي بيرميبل ووتر، يبقى الاوزمولاليتي بتاعت الانترا تعادل الاكسترا، دي اللي جبت لك سؤال، ما انا بقول لك الامتحانات بتخدم المحاضره اللي بعدها، مش بعملها اي حاجه. يبقى الاوزمولاليتي بتاعت الانترا زي الاكسترا زي البلازما، اللي هي ثلاث ارقام تحفظهم، اهم ثلاث ارقام في حياتك. لتر البلازما فيه 290 ملي اوزمول، وما تقولش بير لتر، لان احنا فاهمين انها بير لتر. لما نقول لك الضغط الاسموزي بتاع البلازما كام؟ الصحيح لو انت يعني عاوز تقولها بطريقه 100% 290 ملي اوزمول بير لتر، لكن اتفق في العالم ان احنا متفقين على اللتر، يبقى تقول لنا 290 وتسكت، واحنا فاهمين انها ملي اوزمول بير لتر، التي تعادل 5000 ملي مركوري، التي تعادل 7 اتموسفيريك بريشر. هذا هو اهم موضوع في الانترودكشن يا شباب. يبقى مره اخرى، الديفيوجن في عجاله، سمبل ديفيوجن اوف ووتر، من الناحيه اللي فيها ميه اكتر للناحيه اللي فيها ميه اقل. خد بالك الناحيه اللي فيها ميه اقل، هي ليه فيها ميه اقل؟ عشان ممكن يغير لك صيغه السؤال، لان فيها ملح اكتر. طب ما هو الاوزموتيك بريشر؟ هو البريشر نيدد تو ستوب اوزموزيس،
ويتقاس بالمليمتر مربع. النقطة الثالثة، الاوزموتيك بريشر ديبيندز على النمبر ولا السايز ولا على الاثنين؟ على النمبر فقط. النقطة الرابعة، ما هو المول وما هو الملي مول؟ قلنا ما اخدنها هي الالوان اهي من نفس الكلمة، المول هو الموليكولار ويت ان جرامز، والملي مول هو الاهم عندنا الملي جرامز، لان يعني معظم الحاجات في جسمنا بالملي جرام ما عدا الهيموجلوبين والبلازما بروتينز اللي هم ما لهمش دعوه بالاوزمولات ان عددهم قليل جدا. واحنا الموضوع نمبر. طب ما هو تعريف الاوزمول؟ الراجل اللي اسمه ابو جدرو قال لو خدت مول من اي ماده غير متأينة في نفس العدد يبقى يدي نفس الاوزمولاليتي، يبقى هي الاوزمولاليتي او الاوزمولاريتي كوزد باي مول لو الماده غير متأينة، لان الصوديوم كلوريد بيدي 2، الكالسيوم كلوريد بيدي 3. طب نقطه رابعه، ايه الفرق بين اوزمولاريتي واوزمولاليتي؟ مين بير لتر؟ اوزمولاريتي بير لتر، ودي الاسهل ودي المستخدمه. الاوزمولاليتي بير كي جي ادق بس لا نستخدمه. وبعد المسائل هنجيب لتر هتحط فيه واحد مول من الجلوكوز ما بيتقينش، يبقى المول بيدي اوزمول، يبقى الضغط الاسموزي واحد، انما الصوديوم كلورايد واحد بيدي 2 يبقى فيه 2، كالسيوم كلورايد واحد بيدي 3 يبقى يدي 3. خطوه رابعه، شوف ازاي تدرجت في المسائل عشان افهمها لك طريقه سهله وجميله. نفس اللتر احط فيه واحد جلوكوز واثنين صوديوم كلورايد وثلاثه كالسيوم كلورايد، الواحد هيدي واحد، الواحد من الصوديوم كلورايد بيدي 2 يبقى الاثنين يدوا 4، الواحد من الكالسيوم كلورايد بيدي 3 يبقى الثلاثه يدوا 9، يبقى ده فيه 14 في اللتر، يبقى المحلول ده تركيزه الاسموزي 14 في اللتر. طب لو جابها لك في نص لتر، الحساب لازم في اللتر، 14 في نص لتر يبقى اللتر فيه 28، في ربع لتر تضرب في كام؟ مش هقول، انت عارف، في 4، في 200 سنتي تضرب في كام؟ في 5، في 100 سنتي تضرب في 10. ولأول مرة تفهم يعني ايه الضغط الاسموزي بتاع البلازما 290 ملي اوزمول. يعني لما جابوا لتر بلازما وحسبوا فيها قد ايه جلوكوز وصوديوم كلورايد وكالسيوم كلورايد ومواد اخرى رصه ثانيه، طلع 290 في كل لتر بالملي جرام ملي اسمول. طب قلت ال1 ملي اسمول بيشد ميه بقوته، عشان توقفها محتاج 19.3، يبقى لو هنا في لتر بلازما فيه 290 مش فيه واحد، هيشد ميه بقوه 290، يبقى احتاج لضغط 290 مره قد الكميه دي، حوالي 5000 مليمتر مربع التي تعادل 7 اتموسفيريك بريشر، لان الاتموسفيريك بريشر 700 وشويه. ايه التطبيق بتاع هذا الموضوع؟ ان انتقال الميه from one compartment to the other من الانترا الاكسترا من الاكسترا بلازما بيتم بقوه واحده فقط وهي الاوسموزيس. الميه بتنتقل داخل الجسم، ده اهميه الكلينيكيه بالاوسموزيس. يبقى لو عاوز الماء ما تنتقلش يبقى لازم تدي محلول له نفس الضغط الاسموزي 290 ملي اسمول، 5000 ملي متر مركوي، 7 اتموسفيريك بريشر. ده الاسموز واحد من اهم المواضيع، اذا ما فهمتوش مع العبد الله عمرك ما انت فهمه، يبقى عيده تاني مرات ومرات ومرات. نسهل بقى شويه، الاكتيف ترانسبورت يا شباب، اكتيف ترانسبورت اللي هو النوع الثاني. يبقى خلصنا الاسموزيس بانواعه، ثلاث مسائل ضرب نار. هو اهم حاجه الديفيوجن، اهم حاجه في الانترودكشن ديفيوجن بانواعه الثلاث، نظري مهم والسؤال سواء سمبل ديفيوجن فاسيلتيت ديفيوجن اسموز، واهمهم الاسموز. انتقل لثاني نوع من الترانسبورت اللي هو الاكتيف ترانسبورت. اكتيف ترانسبورت ده نظري مهم بس مش قصة ألف أقل أهمية. أكتف ترانسبورت ما يجي لنا سؤال هنجاوبه في كام نقطة، عد معاه كده النقط، ثلاث نقط definition it needs eight types بس، حب أول نظام قبل ما نبتدي تبقى عارف، بعد كده ما أقولش النقط أنت تعدوه خلصت، فأنا قلت بعد أسبوعين ثلاثة بنفهم بعض. على فكرة ماشيين الحمد لله كويس قوي قوي، بإذن الله هنخلص in due time إذا أعطانا الله الصحة والعمر إذا شاء الله بإذن الله. الأكتف ترانسبورت باي ديفينيشن عكس الديفيوجن، ترانسبورت أجينست جريدينتس عكس التدرج، أجينست جريدينتس. حتى برسم رسومات طفولية، واحد طالع سلم، الطفل اللي كان نازل على سلوب زحليقة ما كانش محتاج طاقة، إيه رأيك ده يحتاج طاقة ولا لأ؟
يبقى النقطة الثانية it needs. needs أدينوزين ترايفوسفيت، ده للطالب العادي الممتازين اللي هو حضراتكم لازم يقول وكارير بروتين وذ اتيبيز اكتيفيتي، لان انا عشان اطلع الطاقه من الادينوزين ترايفوسفيت لازم اكسرها بالاتيبيز، يبقى لازم ابقى محتاج كارير بروتين وذ اتيبيز اكتيفيتي، يبقى محتاج كارير بروتين وذ اتيبيز اكتيفيتي. على فكره عندي لو باتري فممكن الباقي نعمله على الجهاز الاقل، معلش لاني ما كانش مشحون الظهر كويس. يبقى محتاجين ATP وكارير بروتين والATPase activity، يبقى حاجتين الطالب العادي يقول هي. وخد بالك نمرة اثنين تستنتجها من واحد، أدام قلت against gradient يعني ضد التدرج يبقى عاوزة طاقة ATP، للطالب الأكثر تميزا عاوزة كارير بروتين والATPase. طيب الطايبس، في بقى حاجة اسمها primary active و secondary active. برضو الزميلة الفاضلة، وعلى فكرة هو معظم الزملاء زي ما بقول وهم رؤساء أقسام يعني اديتهم نفسه الأبنائهم والثقة زي ما بقول متبادلة، كانوا يحبوا يحضروا معايا المحاضرات ومجموعات تقوية وياخدوا معايا الحاجات دي. اسمعوه، كانت زي ما بقول في كلية الطب مجموعة تقوية نعملها يعني الأوائل، أبو الصليم بيحضروا محاضرة وبيحضروا تاني في مجموعات تقوية. ليه؟ قال لي بنسمعك مرتين بنحفظ، ما كانش فيها أي يعني إمكانيات تسجيل والحاجات دي، كان يحب يسمع. دلوقتي أنت عندك ممكن تسمع زي ما أنت عاوز. فالزميلة دي قالت لي قول لي المثال الطفولي اللي بتقوله هنا. قلت لها القاطرة وعربات القطار. دلوقتي إحنا طالعين هنا أهو تدرج سلوب، طالعين عكس التدرج. اللي بيستخدم الطاقة هو القاطرة اللي هي الـ ATP، ده يسموه primary active. التاني برضو لو سبته لوحده مش هيطلع، يبقى عاوز طاقة بس مش بنفسه، على حساب القاطرة لعربات القطار، يبقى يسموه secondary active. طب عشان ده يتسحب ورا ده لازم ماسكين في بعض. بس هو ده كده البروتين بقى، يبقى عنده تو سايت، سايت ماسك الماده اللي هي برايمري اكتف وسايت ماسك الماده اللي هي سكندري اكتف ترانسبورت، لازم ماسكين في بعض. الفسيولوجي كما ايه يا اولاد، كما يقولها معايا كما الحياه. وهذا الكارير بروتين هو اللي عنده الاتي بيز اللي بيكسر الاتي بي للحصول على الطاقه. يا سلام، مثل رائع وسهل جدا. يبقى الماده اللي بتستخدم الادروجين ترايفوسفيت هي البرايمري اكتف، الماده التي لا تستخدم الادروجين ترايفوسفيت عاوزه طاقه بس على حساب دي سموها سكندري اكتف. طب ليه احتاجنا كارير بروتين؟ عشان يمسكهم، عنده تو سايدز، واحد يمسك البرايمري واحد يمسك السكندري، وهو ده اللي عنده اي تي بيز اكتيفيتي. طب سؤال ام اس كيو فكر فيه حضرتك معايا، لو توقف البرايمري اكتف ترانسبورت ايه رايك؟ لو القاطره وقفت يحصل ايه في السكندري؟ يقف ايميديتلي. فعشان كده شوف الاسم الرائع يسموها secondary active transport او seam port، seam يعني متصل، او co-transport بمعنى مع. كل حب الترمينولوجي قوي، seam يعني متصل، co يعني مع، secondary يعني تابع للبرايمري. واحسن مثال هنا الصوديوم primary active transport وبيشد وراء جلوكوز secondary active transport. يا سلام على المثل وسهولته ولذته، زي الكراسي الموسيقيه اللي قلناها قبل كده في الفاسيليتيتد ديفيوجن. رسومات طفوليه رائعه، الرسومات بالنسبه لي هي حصاد الحياه. بقعد افكر ايه الرسمه السهله اللي تخلي الطالب يجاوب اي سؤال. انما تخيل ما فيش رسمه، يبقى يقول لك البرايمري وان سبستانس يوتلايزنج الاي تي بي، ذا سكندري از نوت يوتلايزنج ذا اي تي بي، اف ذا برايمري ستوبس ذا سكندري ويل ستوب، ولا الطالب فاهم حاجه خالص. انما بالقاطره وعربات القطار The rest of your life will never forget it. من يستخدم الطاقة هو القاطرة، ده البرايمري اكتف، اللي ما يستخدمهاش هو ده السكندري اكتف. طب لازم تربطهم. This is why we need carrier protein. وعنده two sides هنا، واحد ماسك البرايمري واحد ماسك with ATPase activity. وعشان كده يسموه، شوف الأسامي اتفهمت، سيم بورت متصل، كو مع،
سكندري توقف البرايمري يوقف السكندري حسب الكارير. في ثلاث انواع من الاكتف. في يوني بورت بتنقل ماده واحده في اتجاه واحد. طب سيم بورت سيم يعني متصلين مادتين في اتجاه واحد. طب انتي بورت مادتين في اتجاهين. حتى اشوف انا كاتبها لك ازاي بطريقه جميله. واحد في واحد اتنين في واحد اتنين في اتنين اهي. تعال تبص عليه يعني كاتبها لك كانها رياضه حتى. يبقى اليونيبورت بينقل ماده واحده في اتجاه واحد. واحد في واحد كانها رياضه. ماده واحده اللي هي زي في الكالسيوم بامب في اتجاه واحد. طب السيم بورت المثال اللي خدناه مادتين لوصوليوم جلوكوز في اتجاه واحد. طب الانتي بورت ده الصوديوم بوتاسيوم بامب اللي خدناه في النيرف الماسل مادتين في اتجاهين اتنين في اتنين. يبقى حلوه. شوف الروعه وسهوله العرض. واحد في واحد اتنين في واحد اتنين في اتنين. ماده واحده في اتجاه واحد يسموا الكارير يوني بورت. يوني يعني واحد. بينقل مادتين متصلين سيم يعني متصل في اتجاه واحد يسموها سيم بورت. صوديوم لبره وكالسيوم لجوه مادتين في اتجاهين يسموها هانتي بورت. وتدي بقى مثال من نيرف الماسل اللي هو الصوديوم بوتاسيوم بامب اللي شرحناه مع النيرف الماسل. تروح تسمعه هناك بقى اللي هو قلنا عليه ان هو الكتروجينيك بامب اللي بيعمل فرق جهد 3 جوه بوست مقابل 2 بره. لما تتقلب بيبقى 3 بوست بره في مكانهم مقابل 2 جوه. عشان كده بتساهم في الريسينج ممبر بوتنشال. يبقى هو الكتروجينيك بامب. من انهي نوع من التلاته دول؟ انتي بورت. انتي بورت اللي هو النوع الثالث. وفاكر بقى اني كنت قلت لك ان في قرص جبنه الرومي ده اللي هو الالفا سب يونت عندها ثلاث اماكن جوه تمسك الصوديوم 3 بايندينج سايتس انسايد تمسك الصوديوم اللي غلط ودخل جوه و2 بايندينج سايتس اوتسايد تمسك البوتاسيوم اللي خرج بره. والبيتا سب يونت عندها اي تي بيز اكتيفيتي اهو كارير بروتين عنده اي تي بيز اكتيفيتي. كارير بروتين ويز اي تي بيز اهو اهو المثال. كارير بروتين عنده اي تي بيز البيتا سب يونت. وفاكر الجمله اللي كلها ساجه when all sites are saturated الخمسة the ATPase is activated and energy is liberated. لما السايتس تبقى saturated ال ATPase يبقى activated و energy is liberated. تعمل ايه energy؟ configurational change في البروتين مولكيول. تجيب الصوديوم في مكانه بره اللي هو عاوزه الخالق. الخالق عاوز الصوديوم بره والبوتاسيوم في مكانه جوه. الخالق عاوز البوتاسيوم جوه. يبقى ايه اهم وظيفة ليها؟ It keeps the sodium outside والبوتاسيوم inside. ولانه في ثلاثه هنا صوديوم يقابلهم اثنين بوتاسيوم يبقى ده مور بوزيتيف على الاوتر سيرفيس. فهي القوه الثانيه في صناعه الريستنج ممبرين بوتنشال. قلناها في النيرف الماسل مسؤوله عن 4 من ال 90 ملي فولت واكتف. تشرحها؟ انا اسف ما كانتش رسمه قصادك. يبقى صوديوم بوتاسيوم بامب الكتروجينيك بامب انتي بورت. الكارير بروتين عنده 3 سايتس فور صوديوم انسايد 2 سايتس فور بوتاسيوم اوتسايد. والبيتا سب يونتس عندها اي تي بيز اكتيفيتي. عشان كده قلنا كارير بروتين ويز اي تي بيز اكتيفيتي. وقلنا الجمله اللي كلها ساجه when the 5 sites are saturated الاي تي بيز از اكتيفيتد انرجي از ليبريتد. تعمل ايه؟ configurational change بغير شكل بروتين. تجيب الصوديوم في موقعه بره وهو اللي عاوزه الخالق والبوتاسيوم موقعه جوه وهو اللي عاوزه الخالق. يبقى ايه اهم وظيفه ليها؟ مينتينز الصوديوم اوتسايد والبوتاسيوم انسايد. مينتينز الصوديوم اوتسايد والبوتاسيوم انسايد. مينتينز الصوديوم اوتسايد والبوتاسيوم انسايد. وفوق البيع لانها ثلاثه صوديوم يقابلوا اثنين بقت القوه الثانيه في الريستنج ممبر بوتنشال. الكتروجينيك بامب بتساهم في عمل كهرباء هنا مور بوزيتيف. نوع البامب ده ايه؟ ماده لبره وماده لجوه. يبقى انتي بورت. يبقى الاكتف ترانسبورت ثلاث نقاط. لو في حاجه فوق الفول مارك يدوها لك. Transport against gradients. طب النقطة الثانية needs ATP وcarrier protein with ATPase activity. طب النقطة الثالثة types. ادينا لك المثال في primary active وsecondary active. قلنا primary هو اللي بيستخدم الطاقة. secondary لا يستخدم ATP. ماسكين في بعض الcarrier protein عن two sites. واحد ماسك المادة primary اللي هي الصوديوم والثاني الجلوكوز اللي هي secondary.
ونفس الكاريبروتين ده عنده اي تي بيز اكتيفيتي. مفيش احلى من كده رسم. توقف البرايمري يوقف السكندري، يسموها سكندري اكتيف او سيم بورت يعني متصل، او كو يعني مع، واحسن مثال سوديوم جلوكوز. حسب الكاريبروتين عندي تلات